قبالة هذا الأمر هو الدول الأخرى إلى أي مقدار تثق بالعراق كحكومة كقوة دبلوماسية فاعلة في المنطقة؟ إذا كانت ترى كل هذه المشكلات والتراكمات في الدولة العراقية من الداخل من العمق، وأكو عندنا مشكلة كبيرة هي داخلية خارجية اللي هي وجود السلاح، وجود الفصائل، اختراق مساحات كبيرة من مساحات دولية في داخل العراق، هذه مشكلة كبيرة دكتور. الفقرة الأخيرة من حديثك داخلية خارجية، هو هذا يؤكد أنه يجب أن نتحرك خارجيا حتى نحل مشكلتنا الداخلية. جزء كبير من مشاكل العراق الداخلية إلى علاقة بالدول المحيطة أو بالصراع الأمريكي الإيراني، هذا واقع، هذا واقع. إذن إدارة الصراع، أنا ما أتحدث عن حل الأزمة، أتحدث عن إدارة الأزمة أو إدارة الصراع. إدارة الصراع تفرض علينا أن نتحرك خارجيا وخاصة أقليميا لتهدئة الأمور في الداخل، وتهدئة الأمور في الداخل قد تؤثر على تهدئة الأمور في الخارج، لكن جزء كبير من جذور الصراع الموجود في الساحة السياسية العراقية جذور تعود إلى الدول المحيطة. صراع الدول المحيطة والتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، فهو الصراع إنما يبدأ من الخارج فيؤثر على الداخل العراقي. هو في هذا الإطار أنا أرد أسألك دكتور، قلت البارحة زيارة وزير الخارجية الإيراني وصفتها أنه هي مهمة، على الرغم أن وزير الخارجية لا ينقطع يعني 6 أشهر على بعضها حتى يجي لبغداد بولاية الحكومة الحالية أو حتى الولاية اللي قبلها. الآخرين يتحدثون كما تحدثوا في الزيارات السابقة، بالحقيقة حتى أكون منطقي، أن إيران قد قررت تغيير استراتيجيتها تجاه العراق، لذلك نقلت الملف من الحرس الثوري إلى وزارة الخارجية الإيرانية، وهذا الأمر دشنته الزيارة الأخيرة للوزير الخارجية الإيراني ظريف. إلى أي يعني قدر من الممكن الحديث عن جدية هذا الحديث أو عن مصداقيته برأي حضرتك؟ أنا أشوف نحن نقلنا الملف من الملف السري إلى الملف العلني في العلاقات مع إيران. في الواقع العراق العلاقات ليس هم العلاقات مع إيران ما كانت في الأساس ملف معلن تخص وزارة الخارجية بكامل، يعني محتمل جزء من الملف كان في وزارة الخارجية، الجزء الأكبر من الملف والعلاقات كانت علاقات عن طريق الأشخاص وعن طريق عن مؤسسات سرية، وهذا كان خطأ كبير، خطأ كبير، وغيرنا هذا المسار. ولا زلنا كان السياسة العراقية خاطئة، كانت في السابق أنا أعتقد أن السياسة كانت خاطئة، أنه التعامل مع العلاقات في مع الجانب الإيراني خاصة العلاقات السياسية والاستراتيجية، أنا لا أتحدث عن العلاقات الاقتصادية والمالية، لكن العلاقات يجب أن تكون علاقات مؤسساتية، علاقات بين دولة ودولة وليست علاقات أمنية. إذن المسار بدأ بالتخيير. جيد.